ما زال الهدوء مسيطر على أجواء مخيم عين الحلوي منذ حوالي الساعة 3 فجرا وحتى الآن. خرق واحد سجل وهي قنبلة خلال النهار، لكن كانت لم يتم الرد عليها ولم يسبقها بأي من لا رشقات الرصاص ولا القذائف التي سمعناها خلال الأيام الماضية. حتى هذه الساعة يمكن التأكيد والقول بأن التهدئة مستمرة. وقف إطلاق النار بالفعل هو سيد الموقف في مخيم عين الحلوي، لكن ما هي الضمانات لاستمرار هذا تثبيت وقف إطلاق النار؟ لا أحد يعلم ما إذا كانت الأمور ستتدحرج كما تدحرجت يوم أمس، وأصبح كان هناك هجوما واشتباكات عنيفة جدا شهدها المخيم خلال ساعات الليل. بحسب أمين سر حركة فتح في لبنان لدى سؤاله عن هذا الموضوع وعن الضمانات، قال بأن الضمانة هي وحدة الفلسطينيين اليوم الذين أجمعوا على وقف إطلاق النار وتثبيته بمشاركة كل الفصائل الفلسطينية من فصائل منظمة التحرير والقوى الإسلامية وقوى التحالف. يبارك هذه الخطوة طبعا القوى السياسية وبالتحديد الفعاليات والقوى السياسية الموجودة في مدينة صيدا. هذا الكلام صدر اليوم عن أمين سر حركة فتح في لبنان، لكن تثبيت وقف إطلاق النار كان قد تم قبل يومين، وكان هناك وفدين من هيئة العمل الفلسطيني المشترك دخلت إلى المخيم وتم خرق هذا تثبيت إطلاق النار. من هنا يقول الفلسطينيون أو يتخوف الفلسطينيون اليوم من عودة الاشتباكات ليلا كما حدث بالأمس، وبالتالي أيضا لا ضمانات للأهالي أو النازحين من المخيم للعودة إليها. هناك خوف لدى الأهالي الذين خرجوا هربا من شدة الاشتباكات من العودة إلى بيوتهم داخل المخيم. طيب. أيضا السيد فتحي أبو العردات لدى سؤاله إن كان هناك دعوة بما أنه تم تثبيت وقف إطلاق النار للناس كي يعودوا إلى بيوتهم، قال لا ضمانات حتى اليوم للعودة، ستكون هذه الليلة حاسمة، وبعد استتباب الأمن بشكل كلي والتأكد من أن لا عودة للاشتباكات ولن يكون هناك من إطلاق النار سيكون هناك دعوة رسمية للأهالي للدخول إلى المخيم. هذا ما يقوله العردات حنان. هذا ما يقوله العردات ممثل فتح، لكن هل صدر أي تصريح أو بيان من عصبة الأنصار التي تقاتل مسلحي فتح في المخيم؟ عصبة الأنصار لا تقاتل مسلحي فتح داخل المخيم. عصبة الأنصار هي جزء من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وهي كانت منذ اليوم الأول مع وقف إطلاق النار الفوري الذي أجمع عليه الفلسطينيون، لكن بالأمس الهجوم الذي تعرضت له منطقة الطوارئ في مخيم عين الحلوي، كان هناك روايتين لهذه الحادثة. إحداهما لحركة فتح قالت بأن المجموعات الإسلامية المتطرفة هي من نفذ الهجوم، وأيضا كان هناك رواية ثانية قالت بأن حركة فتح من جهة البركسات هي من قام بالهجوم على منطقة الطوارئ، أي حيث تتواجد المجموعات الإسلامية. في هذه المنطقة هناك تواجد لعصبة الأنصار وهناك مسجد للعصبة. خلال هذا الهجوم بحسب عصبة الأنصار والبيان الذي صدر عنها، قالت بأنها تعرضت لهجوم من قبل حركة فتح عليها وما اضطرها إلى الرد على مصادر تلك النيران، وبهذا الاشتباك الذي حصل بالأمس وقع قتيلين لحركة فتح فيها. عصبة الأنصار أوضحت هذا الموضوع وقالت أنها لا تريد الانجرار إلى اشتباك مع حركة فتح في المخيم، وهي ما زالت على موقفها الثابت من وقف إطلاق النار والذي اتخذ من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، ولن تنجر إلى معارك أو اشتباكات مع حركة فتح. وحملت قيادة حركة فتح مسؤولية هذا الموضوع وطالبتها بضبط عناصرها وعدم الانجرار أكثر وعدم تحميل مخيم عين الحلوي وسكانه مزيدا من الأضرار وجر أطراف أخرى إلى تلك الاشتباكات. هذا الموضوع
حسم اليوم بوجود عصبة الأنصار في الاجتماع الذي حصل في صيدا في مقر الاتحادات في مقر الاتحادات، وضم الجميع فصائل منظمة التحرير، قوى التحالف والقوى الإسلامية، ومن بينها عصبة الأنصار التي عادت وأكدت على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار واستتباب الأمن وسحب المسلحين من الشارع، وبعد ذلك لكي يصدر الإعلان الرسمي للأهالي والنازحين من المخيم للعودة إلى بيوتهم. شكرا لك من صيدا حنان عيسى مراسلة الغد.